chains, I'm watching all the honeybees. Endless nights underneath stars. نحن اليوم بكرك بأهضم خمارة بلبنان, خمارة بيت بوحنا أصحابنا, من أقدم خمارات موجودة بالمنطقة, وحتشوفوا العفوية الموجودة هون. الخمارة عم تترمم عن جديد وهلأ رجعت تصير شيء كتير حلو. أهلا وسهلا أنطوني, شرفت حضرتك اليوم بمدينة زحلة بحي كاركنو. هيدا الحي واحد من أحياء مدينة زحلة. شرفتنا على الخمارة كاف أبو حنا اللي هي من تاريخ كمان هيدي الضيعة إذا بدك, من سنة 1954. نحن وجدنا هون بحكم الأراضي الزراعية الموجودة بهالحي, في عنا سهول وعنا كروم, وبكروماتنا بننتج العنب, وبالتالي كانت هي الخمارة شاهد لإنتاج هيدا العنب ولصناعة اللمبيد بمدينة زحلة. بيميزنا دايما هون بهيدي الضيعة هالعيش الكريم, هالعيش الحلو والمشترك مع كل أبناء الوطن, وهيدا الشيء بيجسد المحبة الموجودة. أعيادنا كلنا مشتركة مع إخوتنا المسلمين, وكمان هني بيشاركونا بأفراحنا وأطراحنا وبكل أعيادنا. هلأ بشكل سريع كمان نحكي عن الخمارة هون كيف تأسست وكيف رح ننتج مبيدنا وكيف بدنا ندوق المبيد سوا, وهيك كمان منخبرك بشكل كمان عن الجامع كيف تأسس هون وكيف قديش حضوره مميز كمان وشو التاريخ تبعوته. بونجور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله نشكر الله. انت بلشت الخمارة من زمان؟ ايه. عادي تخبري. عادي خبري. اي سنة بلشوا؟ جيني من الارجنتين السنة 50 بالخمسين. كان ابن عمتي اسمه جوزي. صار بحب كتير المبيت, انا معود المبيت, اعمل خمارة باي صفا بروفيسور المبيت بالارجنتينا باي. اعمل المبيت وانا بشتغل معه, بحب كتير باي بسعيد وكل شيء, تعلمت شوي. بس كبير نهاية راح جوزي منو ابن عمتي اخذ يعني اخت باي. صار يشتغل كمان معهم وهو تعلم شوي وانا شوي, سبحان الله صار نصيب. راح قالوا انجوزت هونيك جبت صبي سمعته كارلو الله يرحمه, مات كبير, مات بايو لنقولي ولجو كارلو يا حبيبي من 3 سنين صار له مات. جيني نتيجة جيت لحال ما عجبتنيش المبيت أبدا. بيجيب لنيني من هم ونيني من هم ما عجبتني. قلت له بدي جرب أنا نعمل ناتي. جيب لي بطيجة صغيرة هاي من إكسارة عملني 300 كيلو لنشرب دهنة. بيجي ناس شيء علينا مثل فضلتو هالي. قلت له بدي داوير كل مبيت اللي عملته أنا. قوة العالم, قوة زهلة, بدي مبيت بوحنا, بدي مبيت بوحنا لحالي زهلة بيشرب مبيت بوحنا. كل سنة منكبر ناتي, كل سنة من 300 كيلو سنة تانية مني 10,000 كيلو. اسم الله. ايه. بعدين للاخر صفين اسم الله بالكاميون نجيب اني من كفراية من اني فسوسي, اني بعشي فسوسي. ونعمل جيبني خمار, جيبني الماكينة. ماكينة للخمار للاني. وبولس. جيبني بولس زي بالبولس بس زي بماكينة زي دي. بده بولس
الحمد لله. انت ساعة الجيت قلت ما حبيت نبيد لبنان. لا ما. طب ليش نبيد تبعك طلع طيب؟ ما بيت البروفيسور هونيك بيعرف شو النبيد بالارجنتين. وبعده طيب لليوم بعده زبط بعده مثل ما هو واحسن الولاد. هلا يعني ابني امين وابني روير اني معه الحمد لله مبسوطين كتير بولاد ابني. والله يرحمه كارلو مات شابكارا كتر خير الأطراب ويسوع. وين بتحب أكتر الأرجنتين أو لبنان؟ شوفنا من مطرح اللي جاوا زي ولادنا بحب أكتر. الحمد لله نشكر الله. دلك رحت بـ73 رحت على الأرجنتين. آخر مرة؟ مرة بس رحت على الأرجنتين. شقيت كن أمي ميتة بي كن طيبة ده. ايه وقعدت 3 أشهر وجيت الحمد لله. ده وقتين بدايتك؟ نعم. اخذتي لهم بيض معك دايقن؟ ايه حطوا جابته كتير لبيلت ومات من بدايتي طولي. نشكر الله خاطر خير الله. ايه عظيم؟ بدنا ندوق؟ ها؟ بدنا ندوق؟ ايه يلا فضلوا. يلا. ندوق دوق بدايتي النهار. ضلك بصحتك. اهلا وسهلا فضلوا. يا هلا فيكم، نحن بكاف ابو حنا. تأسس كاف أبو حنا سنة 1954 كارك زحلة. القصة هيك مهضومة، إنستوار مهضومة. جده درسها مثل شي معهد قديما سنة 40، سافر ليعمل ستاج عند خاله بالأرجنتين. بس وصل على الأرجنتين صار يشتغل بالأراضي وعشقها لهالموهبة، كان يحبها كثير، عشق هالمصلحة. ونفس الوقت انغرم بالتيتا يلي هي بنت خاله. ضلوا يشتغلوا هونيك لسنة 50، تجوزوا وولد البابا كارلوس كمان هونيك. واجوا على لبنان. بس اجوا على لبنان تيتا دوق كتير اصناف مبيد، مع احترامنا للكل يعني، ما كان يعجبها غير مبيد، بدها تعمل مثل مبيد بالارجنتين. وانطلقت الفكرة هون. كان جدي كرام يشتغل بالزراعة بالأرض، يزرع العنب. ما كانت وردة فكرة الخمارة، بس أصارت التيت علي كرمال يشتغلوا يعملوا خمارة. وبلشت الحكاية يلي بلشوا هني ببرميل مبيد، بس لأنه هني التيتة بتشرب وجدي بيشرب، بلشوا ببرميل مبيد وصاروا العالم يدوقوا بليز إذا بتعطينا إذا بتبيعنا. ورجعوا السنة الوراها وسعوا، بلشوا وسعوا ووقفت شوي الخمارة، تأثرت شوي بالحرب اللبنانية، بس تأثرت شوي. ورجعنا نحن بس توفى الوالد لقينا الخمارة موجودة والرخصة موجودة. وهلأ صعب الواحد يجيب رخصة صناعة مبيد، رخصة تخمير، اللي كونها بعدها موجودة جددناها ورجعنا انطلقنا من 4 سنين وعم نقوي هالمصلحة. وصار موجود، رجع اسمنا على السوق أكيد بزحلة وضواحيها، وبلشنا نوسع لبيروت وإن شاء الله الله راد لبره كمان. كمان هودي البراميل هودي نجيبوا معهم بالأرجنتين، جيبوا عدي هلأ منشوفها تحت. وهول البراميل نحن حفظنا عليهم لأنه ذكرى من التيتا الله يطول عمره، نواجد هون للأرجنتين. وهودي الجديد هلأ عم بينحط فيهم المبيد المعتق، شي عنا صنف اسمه دون كارلوس وعنا الشاتو فراتيلي. هودي معتقين 9 أشهر بخشب السنديين، وهذا الصنف معتق 2 سنين بخشب السنديين. هاي دي ترومبي قديمة كنا نستعملها بالماضي على الإيد، على الإيد تبروم وعلى الكهرباء كمان. عنا هاي فلتر كمان صارت أحدث هلا، كل مدة بيصير أشياء أحدث من أول. هذا مكبس يدوي والتاني مكبس يدوي، في مبين في فرق، في تطور، في نحاسيات. نحاسيات هذه كانوا بالماضي كركي صغيرة كانوا يستعملوها أهلي يعني بي وخي. هاي غراض، هذا بربي الخشب، هذه مكان غسيل كنا بالماضي، كنا غسل أناني عليها، بس اليوم تطور الشغل صار أحسن بكتير. أنا خلقت الصغير بالبيت وكانت الموجودة الخمارة، وكنا نساعد أخواتي بالشغل بالخمارة وبالكروم وبالعنيب. نشكر الله ربينا على هالمصلحة، وإن شاء الله تتطور شوي شوي من ناحية الكمية والنوعية والخبرة. الحمد لله ماشي الحال. مثل ما بتعرفي أنه لبنان مشهور بكرمته ومشهور بصناعة العرق، وهي الأيدي اللبنانية لقلنا وين ما نروح عم نحملها بالعالم. عم بيكون لبنان عم بيتمثل
بعرقات وانبيدات، وبالتالي هن عم بيكونوا السفرة للبنان، السفرة الإيجابيين، وعم بيزرعوا الكاس الطيب بكل أرجاء العالم. لهالسبب نحن رجعنا أحيانا صناعة العرق بخمرتنا، ومثل ما بتعرف العرق هو أنارموني مع الأرجيل. نحن وقت ننتج عرقاتنا ونتلتهم منحطهم بهودي الفخارات لحتى يرتاحوا، وبالتالي وقت يرتاحوا بنرجع بننقلهم على المخرزات، هودي المخرزات القديمة، بنرجع بنعبيهم. بنكون نحن عم نحافظ على نوعية العرق، وبالأخص لأنه عم ننتجه من عن بيتنا، عن بيت عبيدي. العبيدي هو العنب الأوتوكتون الزحلاوي إنديجينس، مزروع بأرضنا بأراضي بحوشها زحلي، عم نخمره، عم ننتجو، عم نعملوا احسن اصناف العرق اللبناني، وعم بينحط معه اليانسون من ضيعة حينا من سوريا، وبالتالي عم نتميز بصناعه العرق كمان بطريقه هاي كواليتي، وهيدا الشيء اللي ميزنا دائما عن كل الخمارات. نحن لانه بنشتغل عائله، هالست ايادي بيشتغلوا انا وخيي وعمي، كله هودي نحن حتى بنشتغل، يعني نحن بنظبط، نحن بنصف المبيد، نحن بنصنع، نحن بنعبي، نحن بنغسل. فمحطوطة بهالطريقة قنينة المبيد، كيف جسم الإنسان بيرتاح بس يتمدد بيرتاح، كمان المبيد بيرتاح بهالطريقة، ينحط فيها يكون ممدد، وبنفس الوقت منحافظ على الفلينة، وخصوصا المبيد اللي بده يتعتق بده تكون القنينة هالفورم إلا كعب من جوا، كرمال يرقد الوحل على مدى الوقت، ترقد قنينة المبيد وترتاح. ولانه العنب ولانه المبيد هو عصير العنب الطبيعي، عنب الصيف بنشرب مبيد بالشتاء، مثل ما بتعرف العنب بينعصر على البارد وهيك ينتج المبيد. كرمال هيك بدنا نحن نحافظ على هالكائن اللي قدرنا انتجناه، وبالتالي بنحطه بهالطريقه اللي قال عنها جو، بيكون عم يتمدد ويرتاح مثل طريقه جسم الانسان، هيك بنكون عم نحافظ عليه لفتره اطول. وبتكون ميزه القنين اللي هي سوداء ما يخرق النور، وميزه الفلين اللي هي من شجر الفلين كمان ناتورال، فاذا صار كل الكونسيبت تبع صناعه المبيد هي طبيعيه بامتياز، وهذا الشيء ميز المبيد اللبناني وخلينا ندخل الاسواق العالميه بكتير شرف وبكتير من الكرامه. هاني رح يكون البيت العرق اللبناني، لأنه مثل ما بتعرف العرق هو المشروب التقليدي بالصناعة اللبنانية قديما، حبينا نحن نحافظ على هذه الصناعة تقليديا ونبرزها للزبونات وللمختربين اللي بيجوا ليرجعوا يتذكروا إنتاجات لبنان، وللسواح لحتى يعرفوا أنه بطريقة الكركة بطريقة قديمة وحرفية، إنما اليوم تطورت طبعا. هيك نحن حبينا نكرم العرق اللبناني بهيدا البيت من خلال هيدا الحجر القديم اللي كان موجود بأرضنا، رجعنا قعدنا تأهيله وترميمه، وحتى بهودي الرواط بهيدي الشجر الحار اللي كمان كانوا موجودين عنا عم نرتبهم لحتى نبين قديش أهمية إنتاج العرق اللبناني بالطريقة التقليدية. صحيح تطورت بس إنما منحافظ على تقليدنا. إنز debajo de esas dos cejas, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear. Hala, vas. ¿Qué día? Las ambas me acuerdo, me olvidé. ¿Te parece? Malo. ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera papatear, malagueña salerosa. أنا سحرت لمرتي أول 10 دقايق بهالغنية.
نحن من 4 سنين رجعنا بلشنا بصنفين ميديا اللي هو الروج والروزي. رجعنا الحديث هلا صار عنا 11 صنف، 4 أصناف روج، 2 بلان، 1 روزي، 1 أبيض، و2 ليكور والعرق البلدي. لأنه المبيد اللبناني تميز وليقدر يطال كل فئات الناس اللي هي بتتزوق المبيد وبتحبه، نحن قدرنا قصامنا بإنتاجنا بالأنتري دو جام، عنا بعض الأصناف وعنا بالفان بريستيجيو كمان أصناف تانية. هيدي قنينة الروج دو بليزير هي عبارة عن خليط 4 أصناف عنب، ميرلو، سيرا، كابرني، إسنسو. هيدا الفان دو بليزير، يعني هيدا المبيد اللي بيقدر يشربه الواحد كل يوم، بيقدر مع الأكل اللبناني المعروف بيقدر يشرب منه بكتير من البساطة وكتير من السهولة. هيدي قنية الروزي يلي بنعمله كل سنة، لأنه الروزي ما بيسوي يتعطى، يعني أكتر من سنتين بتتغير لونه للمبيد وبتتغير طعمته. هيدا نحن صنعينه روزي سيرا إسنسو، من السيرا والسنسو صنعين هالمبيد. هيدي قنينة دون كارلوس، هيدي بتحمل اسم المرحوم الوالد، هي أماج لذكرى. حبينا نحط بصمته للمرحوم البابا على هيدي القنينة بهيدا البرميل معصورة لوجهه، لنقول انه هو فعلا كان يشرب من هيدا المبيد وكتير يحبه، لتبقى ذكرى دايما. والحمد لله هيدي اخدت كتير شهرة وكانت كتير طيبة، وهلا رح نتزوقها سوا كمان. ها قنينة الشاتو سميناها الشاتو فراتيلي لانه انا وخي عطول بنشتغل كل شيء. هيدي معتقة سنتين بخشب السنديان، وهي مصنوعة من 3 أصناف عنب، كابرني سوفينيون وسيرا وميرلو. لأنه زحلي بتنتج العنب وعنب زحلي هو العبيدة، حبينا نحن نجسد عنقود هالعنب بهيدي القنينة، فكان عنا السويت واين من عنب العبيدة من أراضي بحوشة. حافظنا على السكر الطبيعي بنكهة هيدا المبيد وميزناها لحتى تتقدم لمختلف المناسبات، إن كانت مناسبات دينية ليتورجية إلى آخره، أو حتى بمناسبات الفرح بالمجتمع. يا هيدا الليكور ليكور دو نوا أو منسميه برو دو نوا، هيدا جوز طبيعي، جوز أخضر من أرضنا كمان من بحوشة، زرعين كم شجرة جوز حتى نستفيد منها. عملناها ليكور هي من زمان، ماش حدا من زمان كانت تنعمل، هلا ما حدا عم بيعملها، وتميزنا في هيدا الصنف عم نعمل عرق الجوز على الزحلوي، بسموه عرق الجوز. حتى نحافظ على هويتنا الزحلوية حبينا نرجع ننتج العرق مثل ما سبق وحكينا كمان من أرض بحوشة اللي هي العبيدة، وبالتالي كنا عم نقدر نخلق منافسة بالسوق من خلال النوعية اللي عملناها، لأنه اليوم انفقدت هيك نوعية من خلال العنب الطبيعي، كما وأنه اليانسون هو من ضيعة حينا من سوريا، عم بيطلع عنا أفضل إنتاج العرق التقليدي. يعني اليوم مع التربيقة مش لازم نشرب مبيد، بس هيك ساقبت لأنه بدنا ندوقك أصنافنا. هيدي دون كارلوس معتقة 9 أشهر بخشب السنديان، مبيد كتير طيب ولذيذ ناعم، يعتبر من الفان بريستيجيو. رح تلاقي هلأ اللون المميز فيه مع النكهة مع هالرواق اللي بقلبه. على فكرة هيدا unfiltered wine لحتى تضل هيك كل خواص الطعم فيه، والتنة هلأ بتلاحظها من خلال الكابرني سوفينيون. هيدا الشيء اللي ميز إنتاج لبنان بحكم الكليماتيزاسيون، بحكم شمسنا وأرضنا وهوانا، بيطلع عنا أفضل أنواع العنب، وبالتالي وقت يتصنعوا بيطلع أفضل أنواع المبيد. العريش
نحن كمان غير المبيت عنا مونة، حتى من أرضنا كمان الكرز بنعمل، والتين موجود، والسفرجل كمان زرعين كم شجرة عم بيطلعوا عنا، عم نستفيد فيهم ونعملهم مربى. هيدا مبيت أبيض هو عبارة عن خليط من أربع أصناف، شاردوني، فيونيي، موسكا، سوفينيون بلان. خلطناهم بطريقة مميزة وتخمروا مع بعضهم لنقدم هيدا المبيد الصافي، المبيد الناعم لونه أبيض. هيدا الفان دو بليزير بيتاخد مع كل شي سي فود، بيتاخد مع المازة اللبنانية وبالأخص الزحلوية. اليوم الواحد لحتى يعرف قيمة العائلة وهل مشهورة بلبنان، عائلتنا عائلة، العائلة اللبنانية بالإجمال، نحن هون قدرنا نكون كلنا إيد وحدة عم نشتغل مع بعضنا. يعني عنا الجيل القديم اللي هو زرع الكروم واللي هو حافظ على الأرض، نحن اليوم عم نرجع نصنع من إنتاج ومن خير هيدي الأرض. يعني عم تتوارث الأجيال من جد للبي للعم للتيتا للأبناء للأحفاد، وهيك منكون نحن عائلة متكاملة مع بعضنا. فميزتنا ككاف أبو حنا نكون نحن فعلا الفاميلي بزنس، من خلال صناعة العنب وتحويله لمبيد وعرق، من خلال الجوز اللي قدرنا نصنعه ونحاوله كمان لليكور. هلا عز حلاوي انتو بتسموه عرق هون، بتسموه عرق الجوز، الكازيني كيسه كده عرق الجوز، بس انما انفيت هو ستون ليكور دو نوا، سي لو برو دو نوا، متميز بكميه النكهه اللي فيه والالكول اللي فيه وبعد السبايسز اورينتال سبايسز. طعمه الجوز كثير قويه، طعمه الجوز الحلوه الفريش الجرين. انطوني وما تنسى بتحب لبنان فعكيزه. ايوه بدك تشرب وتتهنى، تشرب مبيد ابو حنا كاسه كاسه. ميرسي. هون الخمار القديم بلشت الحكايه بالشكل القديم، صحيح كانت يدويه بالماضي بس كمان كان فيها البركه وحافظت على بركتها لليوم. عندنا هودي الطنول الكبار، هودي بيساعوا 1000 لتر، اليوم صاروا كثير نادرين، نادر وجودهم. قدرنا نحن نحافظ عليهم مثل ما قدرنا نحافظ على الحجر وعلى الرواط لحتى نرجع نعمل رينوفاسيون لخمارتنا بس نخليها ان فيلاج روستيك. اول ما يوصل العنب بالكاميونات بنزته بهيدي المعكنه الكبيره، هي مصنوعه سنه ال 45 فرير امبواز عاملينها، بيوصل بالقساطر الستانلس ستيل والنربيج الغذائيه على الخزانات الرقم 1 او 2 او 3. بالرقم 1 بنبلش بصناعة المبيد الأحمر، كرمال هيك بقلب هالخزانات المعالجة بطريقة غذائية وصحية تامة من الداخل ستانلس ستيل مع التشيلر ستيشن، بنحط فيها العنب الأسود أو العنب الأحمر لننتج المبيد الأحمر، وبالتالي منخمر القشرة مع العصير لمدة 10 14 أو 15 يوم، وهيك بنحصل على التنة من الليكيد اللي بنرجع بنسحبه بعد هالايام اللي مرقت عمليه البروسيس التخمير كله وبيطلع عنا المبيد الاحمر. بهذا الخزان الثاني هذا بساع اقل شوي من هذاك، يعني هذا بحدود ال 15 طن بساع، بنحط فيه المبيد، بنحط فيه العنب الاحمر بس لننتج المبيد الروزي. بس عمليه انتاج الروزي بتفرق عن عمليه انتاج المبيد الاحمر، لانه نسحب دغري العصير عن قشرته وبناخده يتخمر لحاله بطريقه ثانيه بالبرادات الكبيره، وهيك بيطلع لونه للروزي افتح من لون المبيد الاحمر. بهذا الخزان الكبير هذا بساع 10 طن بينحط بقلبه العنب الابيض، يعني السباجات اللي منجيبها خصيصا لصناعه المبيد الابيض، وبالتالي بنسحبه كمان دغري عن قشرته وبنحطه بهيدا البراد الصناعي الكبير. هذا بساع 10 طن لتر 10000 لتر، بينحط بقلبه الليكيد بيعمل فيرمنتاسيون لحاله بيطلع على الجو بعد فتره بيصير مبيد، وهيك بنكون انتجنا المبيد اللبناني على الطريقه الطبيعيه على طريقته الباردة، ومنحافظ عليه من خلال عملية الاستوكاج إن كان بالأناني أو بالفيودوشان اللي هن البراميل خشب السنديان. بضل عنا ميزة بتتميز فيها كاف أبو حنا من خلال هيدا المكبس، هيدا المكبس قصته مهضومة بيخبرنا عنا جو. هيدا المكبس مصنوع من إذا ملاحظ حدا كان يشتغل بسكة التران، هودي دواليب التران أو شي بيستخدمون بالتران، راح جد بده يعمل مكبس، طلب من هذا الشخص صديقه بيشتغل بسكة التران، عمل له اياه من السكة، موجود من سكة التران بينشغل بينكبس، بيحمل لانه ضغط.
وهيك وقت نكون نحن عم نصنع المبيد الاحمر ونسحب العصير بعد 15 يوم بتضل حبه العنب البليكول مع البيبان تبعها بقلب الخزانات، بنشيلهم وبنحطهم على هيدا المكبس بيكون هون حوالي في قفص من الخشب، بنرجع بنكبس بطريقه يدويه. يا شباب حطوا ايديكم وساعدونا، وهيك بناخذ الارم الكامله من كل حبه عنب منتشره ومخمره بقلب الخزانه. باكل كل النهار. الله يعطيك العافيه. انبسطت كثير بالبرنامج الحلو. هالجابل وهالمطعم الحلوين بهالجابل. حلو لبنان. ايه يا عيني يا عيني. عبالك ترجع تروح على الارجنتين او خلص؟ لا رحت 73 وبس. ما صبرت. يعني الحرب كلها قعدت هون؟ هيك رجعت هاي. رحت على الارجنتين من بعد وقت جيت من السنة 50 جيت. رحت على الارجنتين بدي اجيب امي معي. لقيت امي مع لولو مات امي لحطيرو. وصلنا بوينوس ايري وقعت الطيارة اللي إلو امر. قال لي انا شو تحطي لي امر انت؟ انت عمرك 45. ايه 20. 95. 95. الحمد لله. اذا بدي موت كان متني بالطياره. مظبوط. وقع الطياره ببوينوس ايري. وشالي مع الطياره عنده اربع موتير، موتيرين عين وموتيرين عون. شالي اول موتير والاول طياره زت النت في هاي، ضل الموتير مشعل هونيك. العالم يهروا ويردوا انا بايدي الباسبورت ولوينات والغرات اللي هم بايدي ما فلاتوا. هذي ضي صباطو، هذي ضي شمتي، ولا لا شمتي ركوت العالم فازا ولا ينفجر الطياره. اوكي. يا ضليت انا ما طرحت له شو بدي اركض انا، كان اساس حد الحافي وقع الطياره. ما وقع بالمطرح، وقع على الطريق، الطريق وقع وشال. ضليت انا قلت له عم بيركض عايش عم بيركض، قالوا حزنين اللي ينفجر الطياره. أنا ضليت وين قلت له شو بدي روحي بوسة تيابي. بوسة تيابي ما ركضت. الطيارة من وين كانت جاية؟ ها؟ الطيارة من وين كانت جاية؟ إي لا وصلت الأرجنتين بعد ما شفت أهلي. إي بس من الأرجنتين وين جاية؟ من أوروبا كانت؟ إي جاية. إي الحمد لله الحمد لله. وطلعت بعدين على رواق بعدين أخذوني وصيروا يسألوا إذا كان الشوفير سكران ولا شيء لا يصير هاي. كلهم قالوا له لا هذا كثير، وبالإكوادور كان متني بالإكوادور كمان وقت عمل هاي عمل بوصو بيقولوا بوصو هوي برا 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 من الطيارة وكان متني كمان. أنا عملت هاي صلبت إيدي ووجهي قلت له خلاص مش رح يوصل للأهل. جلس هاي بقى في هوي رجي طول لفاو نمنا على ظهره طول لفاو 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 جلس عونيك ما في هوا يمشيني ما زابني هالمشوار في الحال كتر خير الله. معقول لشوفير الطيارة كنت عطيتيه أني تنبيد؟ ايه واي يا حبيز ماما باي باي. مرسي عن جد، كنا حابين نتغدى معكم بس انه برمتها طويل. اهلا وسهلا. باي بالراجعه بالراجعه. يعني انطوني معروف ضيعتنا تتميز بالعيش المشترك اللي هو مثل بكل مناطق لبنان. لهالسبب نحن رح نعرفك على كنيسة مرمطانوس البدواني اللي مساقب عيده بهاليومين وينعاد عليك هيك بزيارتك لنا، وكمان مقام النبي نوح الجامع، وهالميزة الحلوة اللي بتجمع أهالي ضيعتنا، البيت المسيحي حد البيت المسلم، وكلنا منعايد بعضنا منعيش أفراح وأعياد وأفراح بعضنا.
مختار يوسف أنبار، تولد 1945. كنت مدرس سابقا من 98 لهلا بعدني مختار. الكرك هي حي من حي زحلة، ولكن هي ضيعة اسمها بلدة كرك نوح، نسبة إلى المزار الموجود في البلدة. في وسط البلدة يوجد مزار قديم جدا، على الأرجح أنه سيدنا نوح عليه السلام من بعد الطوفان أسكن، وزع المؤمنين اللي كانوا معه بالسفينة اللي ما غرقوا، وزعون بالأرض من بعد ما راحت الماي، نشفت الماي، حط بأريحة مجموعة وحط بالشام مجموعة، واجى على وادي لبقى، لقى هاي المنطقة هان كانت سابقا في بحيرة تمتد من ريا حتى تعنايل. هلا بعد في شوي بس منها بتعنايل البحيرة، بعهد المماليك نشفوها للبحيرة وحولوا البحيرة لسهل لزراعة. فلقى انه في نهر البردوني وفي عدة مجاري مائية، وفي الأرض تحفر 7-8 أمتار تحصل على ماء جوفية. فلقى المنطقة انه صالحة للسكن، اول ما اسكن فيها هو سيدنا نوح من بعد الطوفان، وهو اللي بنى فيها اول بناء، ولكن هو ما توفى فيها، ما هو مدفون فيها، هو مدفون بالعراق، ولكن لانه هو بنى فيها بنيها بالاول سموها كرك نوح. هلا كرك او كركو هيدي كلمه سريانيه بمعنى حصن او معقل، ونوى كمان كلمه عبريه معناتها الراحه السلام طمانينه. كانت مدينه على السلسله الغربيه، وفي مقابلة كمان مدينه تانية كان اسمها خالكيس، هلا هي اسمها عنجر. كانت القوافل يلي تيجي من تدمر، مملكه تدمر تيجي من القسطنطينيه، يجوا على خالكيس، من خالكيس يجوا على الكرك. تخميني انه كركو نوى مدينه السلام، يجوا يقعدوا فيها وينزلوا منها على مدينه بيروت الحقوقيه، ينزلوا منها على بيروت. ف عبر التاريخ يمر ايامات او اوقات يكون في مثلا في دين إلهي توحيدي، مثلا دين اليهودي سيدنا موسى عليه السلام يتبعوه. أول ناس اعتنقوا الدين المسيحي بالمنطقة هن أهل الكرك بهاي المنطقة هن، كانوا يقولوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله. وهذا المسجد تحول من مركز لعبادة النار بعد الرومان، تحول إلى كنيسة، بس مسجد يعني ما نحط فيه جرس، ولكن يقولوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وبشروهم أنه بده يجي إسلام منهم. مثل ظهر النبي الدين الإسلامي ظهر النبي محمد عليه السلام، منهم أسلموا، منهم بقوا على الدين العيسوي على المسيحية. ولحد هلا نحن بعد هاي البلدة خليط مزيج، هيدا بيت مسلم هيدا بيت مسيحي، ما بتعرفوش من بعضه. منقوم بعيدنا مع بعضنا سوا، أفراحنا أطراحنا منتشارك فيها، وما زلنا رغم كل مرور أيامات مثلا بيجي خطرات أوقات بيصير فيه مثلا هزات أمنية، احنا منضلنا شوي
نحمي بعضنا ونحافظ على بعضنا لنضل كلبنانيين نحن مجموعين مع بعضنا. المسجد بالعهد الإسلامي صار هذا المقر وصار مسجد وباقي منه مراسيم منقوشة على الحيطان وفوق الأبواب. هاي مراسيم من عهد المماليك. وإذا لاحظتوا بأول ما دخلتوا أول عمود كمان في علاية حفريات. هاي الحفريات كمان ملك أمير مملوكي اسمه الظاهر بيبرس هو كتب لقى فيها مدرسة بتعلم دين إسلامي، تعلم فلسفة، جغرافيا، علوم رياضية وكيميائية. هو كان يحب العلم، حفر عليها، حفر على العمود أنه يصرف من خزينة الدولة المملوكية لهذا الصرح 5000 غرارة سنوية، غرارة عملة ذهبية نفترض ليرة ذهب، 5000 غرارة اسمها هيك مسجل على العمود. نظرا لأنه هو بيحب العلم ولقاها أنه فيها خلية علمية. وهول المراسيم في منهم لا مثلا ضرائب على الحياكة، ضرائب على الملبن، كانوا يعملوا الملبن من العنب، ضرائب على النسيج، ضرائب على الصناعة. كان في صناعات يدوية خفيفة وعدة أفران كان فيها يحطوا يسجلوا يحفروا المرسوم أنه زادت الضريبة هالقد. يجي مثلا ملك تاني يقول له كانت وقت الكرك بحد المملك تابع لدمشق للشام سامحون لأنه هودين مثلا علم مدينة علمية سامحون يحطوا يحفروا مرسوم أنه مسامحين من الضرائب. وبالنسبة للمزار اللي جنب المسجد شمال المسجد بهذا بأحد العرب عملوا هذا المجسم بشكل سفينة مقلوبة، قطع حجر ومعمروهم مع بعضهم تطلع فيها بتلاقي كأنه سفينة مقلوبة. عملوا هذا أنه معقول يكون مثلا ابنه للنبي نوح أو بنته للنبي نوح مدفون يعني وطولوها. وقتها كانت هيك مشهور ومعروف هيك يعملوا المزارات. مثلا في عندنا بالكرك في مزار بعلي الزهري، علي الزهري شرقي علي النهري هلا بيقولوا له، كمان كان في نفس الشكل هو ذاته البناء بالنبشيت نفس البناء هو ذاته. بهداك العصر الاول عهد الاسلامي كانوا يبنوا هذا الوحده انه يا بابا هذا هان النبي، لا نحن مش مدفون عندنا شيء، مش مدفون عندنا نبي. والقماشه هذه محطوطه واحد تبرع فيها يعني ما بتدل على شيء لونه اخضر، ما لها اي دلاله يعني معنويه او شيء. ممنوع نفلق قبل ما ندق التوتات. لكن لا انا شيء بعدني يا اخي دغري يعني من جود. عملوني الشغلة. ايه. انا كنت مشغول. اوكي. تفضل. قولك هون. بعد هلا على الطريق بلشوا يعني اخر الموسم. اول موسم خلينا نقول، هيدي في واحدة حلوة هون. هالايام رح اصلحها لها. هيدي ما طلع هاي. اوه. شغلة شغلة شغلة. حلاوتها خفيفة كتير. منزلنا. بنلاقي. هاي قدر. سياس قدر هون. هن بيقعوا وحدهم او بت لايك العصفور بده ياكل من شافه ايه تو بيوقع. اوكي بيوقع. ايه هو بس يسوي كمان بيوقع. تفضل تفضل انا وياك بدك فيهم هنجا بنقوم فيهم انا وياك هلا بياكلوا منقوش على الطريق الكبير هذا فيني
الكبير شو هو؟ فيني. والصغير؟ صغير روماني، هذا غير هيد، هذا حجر مرمر. هذا كمان فيني إيه، ولكن وقت أجوا الرومان بنوا من وسعوا بنوا منه، بنوا فين؟ هذا الحجر أنا عامله مشربية للنحلات. هذا الحجر هذا فيني إيه كمان إيه، كانوا يهرسوا عليه الزيتون، يعصوا الزيتونات على يحطوا خشبي من هان هيك عمود، وهذا شيري فرس أو أجلك حمار أو شيء يربطوه بشير يعصوا الزيتونات. Thank you.